الآن الكونستراكتور هذا ممكن تقول لي والله أنا بدي أنشئ أوبجكت بس بدي أحدد الاسم من غير برايس. مثلا أنا كمستخدم لكلاس المفروض في عندي سيناريوهات عديدة، يعني أنا المفروض المشروع بيجيني دوكيومنتيشن للمشروع، فمن ضمن الدوكيومنتيشن تبع المشروع أو الأناليسز تبع المشروع في عندي أكثر من استخدام. يعني في شاشة بتستخدم مثلا كلاس البرودكت وبتحط فيه نيم وبرايس، في شاشة تانية بتحط بس نيم ما بتحطش برايس. طيب شو أعمل في الحالة هذه؟ حكى لك ممكن تعمل أكثر من كونستراكتور، انسخ نفس الكونستراكتور هذا تمام وخلي الكونستراكتور يستقبل اسم. طيب جميل جدا، ما بدك برايس خلص، فصار ممكن عندك تعمل كونستراكتور بس بيستقبل اسم ما بيستقبل برايس. جميل جدا. ممكن تقول والله انا بدي اعمل كونستراكتور ما بياخدش اشي، مثلا بده ينشئ بس اوبجكت بقيم افتراضيه بدون ما يعبي النيم والبرايس، برضه حقك. فصار عندي اكثر من كونستراكتور، ولكن شرط اجباري اختلاف المدخلات. لو نسخت الكونستراكتور زي ما هو بيحكي لك روح روح، اللي بتعمله هذا غلط. ليش غلط؟ لانه انت ما عملتش اشي، انت ما نسخته زي ما هو، حتى لو غيرت في الكود اللي جوا غلط. لانه حط نفسك مكان الكومبايلر وانت برا بعتت نيم وبرايس، في عندك اثنين كونستراكتور يستدعي اي واحد فيهم، ما الاثنين بياخذوا نيم وبرايس، الاثنين بياخذوا سترينج ودبل. طيب جميل جدا. فالشرط الاجباري لانك تعمل اكثر من كونستراكتور هو انك تغير مدخلاتهم سواء انواعهم او ترتيبهم. تيجي تحكي لي والله انا ممكن اعمل اكثر من كونستراكتور زي هيك، بضحك عليه بسميه نيم وبرايس ان او بي، ما هو هذا اسمه نيم وبرايس. بحكي لك برضه غلط. ليش؟ لانه هو ما له علاقه بشو اسم المتغير، هو له علاقه بشو انت بترسل للمتغير. انت بترسل للمتغير نص ورقم، هو بيروح فعليا الاوبجكت الجافا بيدور على كونستراكتور بيستقبل نص ورقم شو ما كان اسمه يكون. فعشان هيك ممكن تكرر اكثر من كونستراكتور بس بشرط اختلاف المدخلات انواعهم او ترتيبهم. يعني ممكن انت تيجي تعمل زي هيك ما فيش مشكله، وتيجي تحكي والله هذا بده يكون زي كده، اول شيء برايس بعدين نيم، ما فيش مشكله، انت هيك غيرت الترتيب. طيب هو كيف فعليا بينفذ الكونستراكتور؟ هو فعليا صار عندي ثلاثة كونستراكتور صح؟ انت ممكن يخطر في بالك، طب انت حكيت لنا قبل شويه انه المفروض الكونستراكتور بينشئ الاوبجكت صح؟ والله صح. او الكونستراكتور بيستدعى عند انشاء الاوبجكت لو بدنا نكون دقيقين اكثر صح؟ تمام. طيب في ثلاثة كونستراكتور عندي، يعني المفروض لما انفذ السطر هذا يستدعي الثلاثة؟ لا يا حبيبي، بيستدعيش الثلاثة، هو بيستدعي الكونستراكتور اللي انت باعت قيمه. يعني هنا انت عملت نيو برودكت وبعتت نص ورقم، بيروح على كلاس البرودكت بيدور مين فيهم كونستراكتور بيستقبل نص ورقم، هيو بيروح بينفذ الكود اللي موجود جواته. لو انت رحت بعتت بس نص بيروح على الاوبجكت، عفوا مش على الكلاس، على الاوبجكت، بيروح على الاوبجكت تبع البرودكت بيدور فيه وين في كونستراكتور من هدول بيستقبل عندي نص. اه والله هي كونستراكتور بيستقبل نص، فبيروح بينفذ هذا الكونستراكتور. يعني صح في ثلاثة كونستراكتور بس الثلاثة لما انشئ الاوبجكت بيستدعى بس واحد منهم. ما انت بتحكي المفروض انه ممكن واحد يجي يروح يحكي p1 دوت ويكتب زي هيك. طب ايش بيسوي هذا؟ بيحكي لك والله بيستدعي الكونستراكتور. بقول لك هذا كلام افضى من الفاضي، ما فيش منه. ليش؟ لانه ما في شيء اسمه استدعاء كونستراكتور من برا بالشكل هذا، هذا خاطئ. الكونستراكتور لا يستدعى، ما فيش امكانيه انك تستدعي الكونستراكتور. الكونستراكتور ما بيتنفذش غير مره واحده، الكونستراكتور بس مرة واحدة بيتنفذ عند إنشاء الأوبجكت وخلاص، بيستدعى مرة واحدة عند إنشاء الأوبجكت، بعد هيك كل عام وأنت بخير، ما فيش له أي استدعاء. إذا ممكن واحد يجي يحكي لي ما أنا ممكن أعمل زي هيك، ماشي حقك، ما أنت هيك عملت أوبجكت جديد، فبرضه استدعى له الكونستراكتور كونستراكتور جديد. ففعليا ما في أي إمكانية لأنه يتم استدعاء الكونستراكتور أكثر من مرة بالمؤشر من برا لبرودكت. طيب جميل، إذا صار عندي ثلاثة كونستراكتور، ممتاز جدا. عارف الثلاثة الكونستراكتورز هدول شو إحنا بنسميهم في البرمجة؟ بنسميهم overloading. هنحكي عن الoverloading أكثر في موضوع الميثود overloading. إذا باختصار شديد إنه
ممكن اعمل اكثر من كونستراكتور، ما في اي مشكله، بس بالتالي لازم اغير مدخلاتهم، انواعهم او ترتيبهم. لاحظ الكود هذا كررته في كل الكونستراكتورز، ليش؟ لانه هذا الكود اجباري. عشان لو انا والله نسيت احط الكود هذا هنا مثلا، ممكن واحد يجي ينشئ اوبجكت فاضي زي هيك، تمام؟ هيك بيكون بطل اخذ اي دي، ما خدش اي دي، ففعليا هيصير الاي دي تبعه صفر. عشان هيك انت ما تسيب ثغره لمستخدم الكلاس. بعيد وبكرر يا جماعه، احنا لما بنبرمج بالشكل هذا احنا بنفكر من منظورين، منظور المبرمج اللي بده يشتغل البرودكت، ومنظور المبرمج اللي بده يشتغل في المين ميثود او بده يستخدم كلاس البرودكت. هو اللي موجود هنا، بعيد وبكرر، مش عارف ايش موجود عندك. انا بس تجاوزا بعمل الاثنين، عشان انا اللي بتعلم قاعد، بس اللي ببرمج هنا بده يستخدم الكلاس بيعرفش ايش موجود عندك. فانت خليك شامل كل السيناريوهات عشان ما يكونش في ثغره يقدر من خلالها يفوت على الاوبجكت ويعمل اوبجكت من غير ما يعطيه اي دي. فحطيت الاي دي، عمليه اعطاء الاوتو انكريمنت اي دي في كل الكونستراكتورات اللي موجوده عندي. جميل.